سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير، وان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو بصحه جيده. اليوم حنديروك هيك عطر بايع، بزاف بنان يدوبوا في الفم. حندلكم كامل النصائح. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش جيم كومونتير شباب وابونيو وفعلوا الجرس الا ما راكوش مفعلينه باش دائما يحكم كل جديد. نبداو العجينه ديالنا، نسحقوا فيها 250 غرام تاع فارينه. هاد الكيله اللي درتها دخلت 12 حبه. 250 غرام تاع فارينه تقابلها نص الكميه تاع الفارينه هي زبده وسمن، درت 125 غرام. تحبوا ديروا زبده وحدها، تحبوا ديروا سمن وحده، تحبوا ديروا الخليط اللي حبوا بنت زمان. هنا خديت 125 غرام بين الزبده والسمن. الزبده هي اللي راهي بزاف. نروح ماشي ندوبها، نرجعها بوماد، نرجعها يعني عصيده شغل شويه مطلوقه باش تساعدني خير وما يجينيش في الكيك عاد الذوق تاع الصابلي. نختار لو كندير الزبده هكاك جامده حتجيني شغل صابلي. لا لا، حنا نحبوا نحافظوا على الذوق التقليدي. الكعكات التقليديين يجوا بالسمن وحدهم، وكاين اللي يحب يدير زبده وحدها، في زوج هايلين وفي زوج بنان، وكاين اللي يحب يخلط كما انا دوكا راني خلطت. وبزاف يحبوا يعرفوا الفرق بين الزبده والسمن، دوك نقولهم لكم. شوفوا هنايا كي تخلطوا مليح باش تعرفوا، هنا زدت مغرف تاع سكر ناعم باش تعرفوا باللي راكو صحاح. كي ترفدوا باش تعرفوا باللي لي دم ما يخش في الفارينه. شوفوا كي ترفدوا تضغطوا تتلم لكم وحدها بالسمن. هذه هي اول مرحله تاع نجاح الكعكات ولا العرايش ولا الشارك المسكر، كاع وصفتهم وحده. شارك المسكر، العرايش، الكعكات والكعكات المطليين، هادو كاع وصفتهم وحده. كي تولوا تلموا فيهم هكا وتصيبوهم يتلموا غير بالسمن والزبده هذيك والفارينه، عرفوا بلاكم ملاح. تبداو تكملوا بالمزهر، بالماء والمزهر. السكر تسحقوا ملعقه حتى لزوج، انا ندير غير ملعقه خاطر كلش حلو. وتبداو تلموا فيها حتى تولي العجينه بيضة، يبدا تدخلها هذاك المزهر. وانتم كي ترفدوا العجينه ما تحسوهاش مدمه في يدكم، نو، لازم تكون بدات تحسوها عجينه، ما تحسوش هذيك ليدان في يدكم. انا كمرحله الاولى راكم نجحتوا في الوصفه، هذا هو السر تاع التبساس تاع الكعكات ولا تشارك المسكر ولا العايش. كما راني نقول لكم لموها مليح وما تخلوهاش ميدمه باش من بعد كي تجوا تعضوها ما تبداش تتفتت معاكم. الكعكات ما يتفتوش، الكعكات كي نقسموهم شغل يجوا صح طريين بصح ماشي هكا كي يتفتوا بزاف مبسين. هنا راني نزيد لهم في المزهر غير بالعقل بالعقل، ومن بعد نخليها تريح شويه. علاه نخليها تريح شويه؟ نشوفها الا مسحقه شويه ما ولا راهي مليحه صافا خاطر هي تشرب. هنا راني نسيي فيها معاكم، شوفوا شحال راهي العجينه ديالي هايله. هنا نروحوا للحشو. الحشو خديت 200 غرام تاع لوز، ريحتو رطب قد ما نقدر. اللي حاب يعوض بالكاوكاو يدير نفس ليتاب يعني نفس المرحله، برك كاينه حاجه، الكاوكاو نشفوه شويه في الفرن. اسمعوني مليح، نشفوه شويه في الفرن، نحولو هذاك الندى ديالو نحوه، بصح اللوز ما يتحمص، جامي نحمصوه. درت 200 غرام تاع اللوز، ندير معاه 50 غرام تاع السكر، ما نسحقش الحشو يجي حلو بزاف، باش يجيني التعادل في الكعكات ديالي. هنا درت ملعقه صغيره تاع سمن، يجي شوف واحد البنه، تحبوا سمن تحبوا زبده، انا خلاص لي هنا الزبده درت سمن. ومن بعد نلم بالبيض الكامل ونكمل بقطره ما زهر. المظهر عليه دائما ندخلوه في ليفاخس مام لو كانت تكون ملمومه بالبيض، لخاطر المظهر هو اللي يمد هذاك التعسال. كي يدخل المظهر هو اللي يخلي السكر يتعسل مع اللوز. لا مظهر بلا القطره تاع المظهر هذيك، مقروط اللوز ولا تزيريات ما راحش يتعسلوا لكم، مستحيل. صح لموا بالبيض، شفتوني درت البيض الكامل وزدت قطرات تاع الماء الزهر. هنايا خلاص لافاخس تاعي راهي مليحه، شوفوا نقدر نخدم بها دوكا وعادي، بصح نخليها تريح وبعد نروح نخدم بها. قلت لكم الكعكات يعني حاجه سهله وسهلين، برك لازم تكونوا طبقوا غير المراحل اللي درتهم انا. وزنتهم 35، شوفوا بالنسبه ليا هذه الحشو درتو ليا درتو 20، وما في لي كوموند نديرو 20، انا ندير 20 بصح نتوما تقدروا من 12 ل 18 عادي. بصح انا نحب ما في لي كوموند، بزاف يقولوا لي جانا معمر لوز، شغل نحبو كي نشوفو هكاك الحبة، أنا نعمر اللوز. هنايا ديرو هكا تقبة وتغلقوهم، تحبو طيبوهم هكا طيبوهم، سينو أنا هذا المول ما يخطينيش وبزاف هايل. اللي ما تعرفش تولي مبتدئة متعرفش قاع تغلق حبة كعكات، دير في هذا المول تولي بروفيسيونيل.
ما تكسروا راسكم، ما تبقوا تدوروا فيه اتحلت ادارت، لا لا ما يصير لها والو. نديرهم كامل في المول ديالي ونتقبهم باش يتنفسوا، وندخلهم يطيبوا، ما نخليهمش يطيبوا يطيبوا بزاف، ما نخليهمش يطيبوا بزاف، لخاطر راهي كاينه الزبده. لو كان السمن ياخذوا مده للطياب، بصح كي تكون الزبده يطيبوا تمتم. وانا درت خليط السمن جينيرالمون، علاه ما يخدموش به بزاف لي كوموند؟ لخاطر السمن دوك في المول تخدموا به عادي، بصح السمن لو كان تخدمي الكعكعات بلا مول تخليهم يباتوا. دوكا كاين لي مول، كاين هادو ما تحبوا تاع الحديد، تحبوا تاع السيليكون، تحبوا هادوك انديفيديال اللي كل واحد وحده نورمال، هادو كاع ملاح. المهم برك تقبوهم هما ولا تشارك المسكر. المهم هادي وصفات تشملهم كامل، نخدم بها كاع. تقولوا لي الوصفات اللي خدمتيهم بالزبده تاني ناجحين، تاني ناجحين، كل حاجه ناجحه. هنايا حبيت للناس اللي تقول لي نحب نخلط السمن، اذا نورمال على بها خلطت لكم هنا سمن. سينو الوصفات اللي دايرتهم كاع راكو شفتوا لي كومونتير تاع الناس، هي اللي تقول لكم باللي ناجحين 100%. هنا طيبتهم انا من انايا، شوفوا عن نفسي جامي طيبت كعكعات بزاف، ما يغملوا ما يصير لهم والو، هذه مستحيل تصرا. وكاع الناس اللي تدي الكعكعات ديالي يعجبوهم بزاف ويبقاو مده طويله هما اطريين. هنا خديت شويه ما زهر ودرت له شويه فرينه، هنا يعيطوا لها الغراء اللي حنخدم به. هاد الكعكات انا درتهم 10 ايام 10 ايام، يبقاو بنفس الطراوه. 15 يوم يبقاو بنفس الطراوه هذيك، ما يتبدلوش ما يتبدلوش. هنا حنوريكم بزاف اللي ما يعرفوش طريقه التسكار. كاين اللي من ما هذا يروحوا يدحوه في السكر، خطا خطا خطا، على بيها تجيك ديك لاكوش تاع ديلك ترك كتعضي، شغل ديلك واحد الصوت، شغل تكسر هذاك. هذاك منين يجي من المزهر ديريكتومون للسكر، هذا خطا. لا لا، نجيبوا البابي سويتو هادوما، نشف الحبه اللي تبان لكم بعد ما ترفدش السكر، لا لا راح ترفد لك وتجيك هايله وبيان فيني. نحيلو كاع هذاك الماء، نشفو كيما راكو تشوفوا، ونروح نحطو في السكر. الا كنتو حديرو زعما كعكعات مسكر، يعني نشارك مسكر، انا حنسكر غير النص، نحطها هكا ونخليها شويه، نخليها مده ماشي تمتم نروح ليها. نكمل كاع واش عندي ونوقفهم هكا، وانتم على حساب الكونتيتي. مثلا عندكم 50 حبه سكروا بالعشرة، ديروهم في المزهر، نشفوهم، لوحوهم في السكر، خلوهم مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه يرفدوا هذاك السكر شويه باش يديروا ديك لاكوش رقيقه. ومن بعد انتم كاين طريقه باش تنحوا بها السكر، ماشي تروحي تسكري تبداي كي الجبل تعمري 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 فيه، تبان لك هذاك هو التسكار، ومن بعد تزيدي له بالصفايه بيان سيغ كي حيرفد لك بزاف، وبيان سيغ كي حيجيك يتكسر، وبيان سيغ كي حيبس لك. هادو كاع غير هاد لا تكنيك اللي حتنحي لك كاع هاد المراحل. حطوهم هنا في السكر، خليتهم شويه كي يريحوا شويه نروح ليهم ونبدا براحه اليد. هادي نسموها الراحه تاع اليد الخلانية، نبدا بيها ندير هكا السكر، بصح شوف كيف راني نحي، نخلي طبقه رقيقه، واحد لاكوش رقيقه ما كاش كاع. شوف كيف راني ندير براحه اليد، نبدا نحي. وليكون حبيت نقول لكم بلي شحال يساعدوكم، وما بلا ليكون عادي، انا ماما كانت تسكر لي بلا ليكون ويجي كيما ديالي هايل. وشنو في هاد المرحله ساشي اليمونتير يكون يعني غذائي، تقدروا تاني ديروا به هاد المرحله تاع تمليس. شفتوا كيما اللي يخدموا الطين هكاك، اللي يخدموا دوك الطواجن شغل هكاك حتملسوا، بصح وشنو ما تخلوش كوش خشينه، نحوها شغل خبوا لي ديفو بيان سي، نخبوا العجينه قصدي ماشي لي ديفو، نخبوهم كاع بصح. شوفوا كيفاش هي طبقه رقيقه ما راهيش خشينه، ونحطها هذا مكان. اذا كانوا زعما عندكم شارك مسكر ولا كعكعات مسكرين، وعاودوا لهم بالصفايه من فوق، هذا مكان يبقى لكم مده كبيره. صدقوني ما تجيكمش فيه كاع هذيك تاع التسكار تاع التكسار هذيك، زعما تعدوا تعضوا يديلكم شو تحسوه باللي دار كوش كبيره، ما راحش يديلكم ومستحيل يديلكم، لخاطر عليه طبقه تاع السكر راهي صغيره. و المزهر نشف منه. صدقوني هاد الفيديو سيد نقدم فيه كاع واش نقدر من معلومات، مام انا شوفوا بالنسبه بزاف بالك ما يعرفوش في التسجيل، نعيه في التسجيل كتر من التصوير باش نشرح، يعني باش تفهموا برك يعني التعب اللي نتعبوا. التسجيل يعي كتر من التصوير، معناتها انا كي نهضر
ما راحش نهدر هدره زياده، ولا انا باش توصلكم المعلومه. بزاف ناس تحب التفاصيل، هنا تحبوا ديروا شي عسل ولا غلوكوز. انا عسل تاعي تقيل، درت عسل وريحه البيستاش. ريحه البيستاش انا علاه درت لكم هاد الكعكعات تاع الملوك ولا رويال. دونك انا خادمين بزاف كعكعات مسكرين، تشاريك مسكر، حنيونات بالطليه، راني درتهم معاكم راني درتهم بزاف معاكم. صافي كنت تدخلوا قناتي تلقاو معمرين وصفات تقليديه. ما لوش درت انايا، حبيت ندير لكم حاجه جديده ومنها نفيد الناس للتساؤلات هادو ما كاش محبوش يروحوا. وبزاف التعليقات خلوهم لي، راهو تكسر لي، راني كي نعضو يدير لي هذاك الصوت. ما في الانستغرام الاف لي ميساج يلحقوني على نفس المشكل، وصح من داك ندير لي ستوري ونشرح فيهم بصح هكا باش تعم الفائده وتفهموا كامل. هذا هو السر تاع الكعكعات ولا اي وصفه تقليديه من هاد يعني من هاد التشكيله تاع العرايش وما شابه. حيجوكم يدوبوا في الفم، يقعدوا لكم مده طويله، ما راح يفسدوا لكم، ما راح يدير لكم هذيك الطبقه. دوك تشوفوا كي نقسمهم يبقاو شوفوا بنه بنه عظيمه. وعمروهم باللوز ولا بالكاوكاو نتوما باش تخدموا الكاوكاو. الا خدمتوا به ضيفوا له شويه جوز الهند، جوز الهند يشرب له الزيت اللي فيه، يمد لكم واحد الذوق رهيب هايل. مثلا كي ديروا رطل تاع كاوكاو ديروا فيه 100 غرام تاع جوز الهند. هنايا كي كملت ندير هكا هاد لاكوبات تاعي وندير بالصفايه شويه سكر وما نكثرش بزاف باش نخبي هذوك لي ديفو باش الحبه تكون فيني. هنا هاد المرحله بالصفايه، سينو الخدمه من الاول هي باليد، لا فينيسيون تكون بالصفايه. راني درت لهم كامل ومن بعد ديرهم في الكيسات وعادي جدا. واذا ما تستاهلكمش تمتم خلوهم بلا تسكار، كي تجوا حتاكلوا سكروا غير واش تاكلوا، مثلا ماشي كوموند تخدموها ليكم انتوما. هنايا كملت حبات سكرتهم عادي، راني درت لهم السكر بالصفايه كما راكم تشوفوا ونديرهم في الكيسات. راني قلت الا كنتو ما تاكلوش كلش خبوا في باطا فيها لافاني، غلقوها وخلوها. انا ما نخبيش في الكونجيلاتور، ما ننصحكمش بصح كل واحد دبر راسو. هنا هذه هي وصفتنا في الاخير، استناوني ان شاء الله في وصفات واحد اخرين بزاف هايلين وبزاف بنان. راني نركز على نشوف واش راكو تسالوا بزاف، راني نصور لكم هكاك لي فيديو. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. هنا شوفوا كيفاش درتهم، تحبوا مثلا ديروا لهم هكا وردات نتوما واش حبيتوا. المهم ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ان شاء الله لحقتكم الفكره وعجبتكم الوصفه. خلوا لي كومونتير اي استفسار، ما بالك ما فهمته لكم هنا ولا ما شرحتوش خلوه لي في الكومونتير. شوفوا كيفاه يجيكم يدوب في الفم ويبقى لكم مده كبيره على هذا الحال. ومع ليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وسناوني في وصفات واحد اخرين اكثر من رائعه. مع السلامه، في امان الله، باي باي.